السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أزمة أمنية كبيرة يعيشها العراق بعد عام 2003 بسبب انفلات السلاح بيد الميليشيات والعصابات وفشل كل الحكومات المتعاقبة في السيطرة عليها منذ ذلك التاريخ، ما أوقع أعدادا كبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين. وشكل السلاح المنفلت طيلة السنوات الماضية معضلة حقيقية وكبيرة وتحديات فشلت كل الحكومات المتعاقبة في حلها، فكيف بالحكومة الحالية التي يعتبر رئيسها مرشحا لأحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي والتي تمتلك الغالبية العظمى من السلاح المنفلت والخارج عن سيطرة الدولة؟ فسلاح الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة فضلا عن سلاح العشائر ولد حالة من الغضب الشعبي تجاه الحكومات المتعاقبة بسبب انهيار الأوضاع الأمنية وعدم قدرتها على بسط الأمن. في سياق الفوضى الأمنية مشاهدينا الكرام وغياب القانون الرادع، اندلع شجار عنيف بالآلات الحادة وسط الشارع العام في محافظة أربيل تسبب بتوقف حركة السير. دعونا نشاهد. مستمرون مشاهدينا الكرام مع الفوضى الأمنية في العراق، حيث أصيب مواطنان اثنان بنيران مجهولين في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد. دعونا نشاهد. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الله في الرحمة الوالدين، لا وين، يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله دحيلك، يا الله هذا شخر، يا الله لا وين، هذول اثنين شباب خطير موهم، يا رب يا الله، بس ارفع علي فوق، ارفع علي فوق خطير، ارفع علي فوق، ارفع علي فوق، يا الله يا الله يا الله، لطفك الله لا يوفقه، يا رب دخيلك. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذه المقاطع ضمن نفس الموضوع، حيث قتل شاب صاحب سيارة حوضية لنقل المياه في محافظة البصرة بمنطقة الجنينة من قبل صاحب سيارة أخرى بسبب قطع صاحب السيارة الحوضية للطريق عندما كان يبيع الماء لأحد المحلات. دعونا نشاهد. لنتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من محمد يقول: شنو هالاستهتار بالأرواح، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعليق لدينا من خالد يقول: وين الحلم يا ناس، وين الصبر، مجرم اللي يستهين بأرواح الناس. محمد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا أرواح العراقيين رخيصة مع الأسف. ولدينا تعليق من نايا تقول: بلد كل نزاع ومشاكل. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا الآن السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر حياك الله.
حياك الله استاذ محمد المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. استاذ محمد، احنا العراق من 2003 لحد الان لم يشهد الى تاريخ مثل هذا التاريخ اللي بين 2003 ولحد الان. تاريخ الحكومات المتعاقبة اللي حكمت العراق هم يعني ناس من زعماء ميليشيات وقيادات أحزاب وسلطة، اللي هم اجونا بالعراق من 2003، ابتدوا بالطائفية، ابتدوا بالقتل، ابتدوا بالتهجير، ابتدوا قتل الطيارين والضباط والدكاترة. كل هذول الناس اللي قتلوهم ما كان عندنا لا وزارة داخلية ولا كان عندنا جهات أمنية أن تقف بأمام هذه الأحزاب، علما أنه كانت عندنا أكيد شرطة وكانت عندنا أنه دوريات، بس ما تقدر أنه تقف أمام هذه الأحزاب وقتل هاي الميليشيات اللي جاي تقتل بأرواح الناس. أبو عمر، هي ما تقدر توقف بوجه الأحزاب لو هي متواطئة مع هذه الميليشيات وأحزابها. استاذ، هي شغلتين، اكو منهم من ضمنهم يعني من ضمن القوات الامنيه يوجد لهم احزاب وقيادات وضباط وميليشيات ومنتسبين في وزاره الداخليه، نفس الوقت اكو ناس اكفاء ضباط يعني نعرف لهم كان لهم دورهم وكان لهم يعني مكانتهم، وكيف انه تعاقبوا من خلال انه يعني دورهم الامني وانضباطهم الامني ضد الناس البعض الفاسدين من بعد تجار المخدرات والناس اللي يعني اللي يدمرون بالبلد والانفجارات اللي صارت عندنا قمشوهم، بس لكن للاسف هم اول ما ابتدت هي الميليشيات والقيادات والاحزاب، احنا ما عندنا. طيب سؤال سريع سيد ابو عمر، هناك من يعول على محمد الشيع السوداني انه هو سينقذ العراق وينتقل به إلى بر الأمان ويخلص من هاي المشاكل اللي زرعتها أحزاب السلطة اللي جت بعد 2003، هل محمد الشيع السوداني بعيد عن هذه الأحزاب؟ أليس هو نتيجة أو وجوده نتيجة المحاصصة الطائفية؟ ألم يأتي بناء على التوافقات ما بين الأحزاب؟ مو كل مرة ونشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي أو في القنوات الفضائية يجري لقاءات ويلتقي بزعماء ميليشيات تحت مسميات كثيرة، يعني هل محمد الشيع السوداني مختلف عن الآخرين، مختلف عن رؤساء الحكومات التي سبقت؟ استاذ محمد، ما عنده اي اختلاف، هذه كل ما هنالك من يتكلم على التلفاز من يقول بانه سوف يحسن الوضع، سوف يقضي على السلاح المنفلت، هذه كلها اشاعات، لانه هو من اعلى من عنده واقوى من عنده، هم الاحزاب يعني حزب الدعم ومنظمه بدر والتيار الصدري، يعني كثير عندنا قوات، يعني عندنا سلاح منفلت اقوى من الكاظمي، اقوى من المالكي، اقوى من كل القيادات اللي تحكم العراق، لانه كلهم هم يعني متورطون سرقه اموال العراق وابناء الشعب العراقي والانفجارات اللي صارت. احنا ما عندنا حكومه صحيحه انه يعني نقدر نقول يعني تاخذ القرار على السلاح المنفلس والناس اللي قاعدين يقتلون شباب العراقيين، القوات الامنيه تعرف من هو يقتل ومن يعرف اللي يفجر الانفجارات اللي صارت، لكن انه للاسف احنا ما عندنا رئيس وزراء انه طيب. بعيد عن هذه الميليشيات. شكرا جزيلا سيد ابو عمر من بغداد، اشكر حضرتك وصلت الفكره. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه وننتقل الى موضوع اخر ضمن الفقره الاولى. قام أهالي حي الغدير الثانية في محافظة ميسان بالمناشدة للجهات المختصة من أجل إيجاد حل لأزمة المياه حيث تنقطع عنهم لساعات طويلة. دعونا نشاهد. المي تقريبا يوميا جاي ينقطع من الساعة بالوحدة أو بالثنتين الظهر إلى حد الساعة 12، مرات الوحدة مرات الثنتين، الله شاهد ومحمد وعلي. يجي المي ثاني يوم نفس الحالة، همين نفس الترتيب، هم بالوحدة الظهر ينقطع للساعة 12 بالوحدة بالثنتين بالليل. طبعا ما يجي، ها هذا البوم شوفوه، هذا البوم جاي استعمله، اريد اسحب مي ماكو، هسائل الحنفية فاتحة انا، ها فاتحة ماكو قطرة مي. زين هي اسانة بالبيت مقطورتي امي 1500 لتر، ما يكفي تعرف صيف يعني غسل يعني هاي معاناتنا، طبعا مو هاي السنة بس، لا كل سنة. هسه انا صار لي تقريبا هاي السنة الثانية قاعد بالمنطقة، العام
بدت الحاله مال المي انقطع تقريبا هم نهايه الشهر الرابع لحد الشهر الثامن 1/8/5/8 يلا يستقر المي عندنا. شنو السبب ما ندري، ليش ما ندري. ننتقل الى مقطع اخر مشاهدينا ضمن نفس الموضوع، لكن نبقى في محافظه ميسان، حيث اشتكى عدد من المواطنين من حي الرحمه الثانيه في مدينه العماره من انقطاع المياه لاكثر من شهر واعتماد الاهالي على مياه السيارات الحوضيه، مؤكدين عدم وجود اي دور للمسؤولين لحل هذه الازمه لغايه الان. لنشاهد. هذه حاله اهالي حي الرحمه الثانيه، ماي ماكو، امتانين التناكر. هذا الله يعطيكم الاهالي ولد علام ابو التنكر يجي يعطي ماي لاهالي حي الرحمه الثانيه، باع المواطنين. وين احنا حاطين؟ ما تقولوا لي وين حاطين؟ الله يرضى يا محمد، يعني هاي ماي ماكو بالبيوت. باوع باوع باوع، هاي حي الرحمه الثانيه الثاني التناكر. هذا مسجات باوع. الله يرضى. ما سابع، صار خمس ايام. هاي باوع. شوف حتى ما سابع خمس ايام. يا سالم ما سابع؟ لا والله، اما الله يساعدكم بالحسين. هاي اهالي حي الرحمه الثانيه. ماي ما عندهم، هم تالين التناكر مالت الماي تجي تدرس البيوت. الله يرضى بها يا رسوله. ماكو ماي بس هذا ارو. ماي ماكو بلا باوع. اما الله يساعدكم بالحسين. حتى ديش انا ما في. ايش قصر معكم ماي رحمه الوالدين؟ صار 15 يوم. اما الله يساعدكم بالحسين. والله عم الله يساعدكم. اما الله يساعدكم بالحسين. اما الحكومه الناشد رئيس وزراء السوداني. بالله رحمه الوالدك، الله يرضى محمد. حي الرحمه الثانيه ماي ما بيها، الثاني التناكر، هذا تنكر اجى وذاك تنكر اجى. زين شنو بهاي التناكر تجينا؟ يوم يومين ثلاثه اربعه، لا الله يرضى بها ولا رسوله، حتى البلهور ماي ما عنده. باي مكان بس حي الرحمه الثانيه ماي ما بيها. هاي ماي ماي شرب ويسبحون بيه ماكو. الله يرضى يا محمد رسوله. رحمه ايش قصر معكم ما رحمه الوالدين؟ وين صارنا بالشهر ونص شهرين. اما الله يساعدكم بالحسين. هاي اهالي حي الرحمه الثانيه. مستمرون مع هذا الملف مشاهدينا الكرام، وننتقل الى مقطع اخر لاهالي محله الزويه في منطقه الاجراعات في بغداد، حيث احتجوا بسبب انقطاع المياه لاكثر من شهرين، الامر الذي تسبب بامراض جلديه في المنطقه وتسجيل اربع وفيات وفقا لمصادر صحفيه. دعونا نشاهد. منذ اكثر من شهرين واهالي الاجراعات بدون ماء، الامراض الجلديه بدات تنتشر في المنطقه دون اي حلول حقيقية حول المياه في هذه المنطقة. الحديث أكثر سنتحدث مع شيوخ العشائر منطقة الزوية في الجريعات من دون ماء دون أي حلول. ناشدت أحد، أتيت إلى أحد من الحكومة. خلينا 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 السلام عليكم، نشكر جيتكم على هذه الساعة. احنا أولا أنا جبتها من أمين بغداد إلى وكيل أمين بغداد إلى مدير عام ما بغداد الاستاذ خالد. علما رحنا راجعنا الى ان طلبنا من محطه يسوونا، قالوا عمي حصه الموافقه كلها كملتها. بعدين جاء استاذ خالد الرجال، قلت له ما عندنا مي خلال ماكو بالمراجعه، جانا مي خلال شهر الحمد لله كلها قامت، حتى انا شكرته مرتين. ورا 15 يوم انقطع المي ابدا، وهي صار لها 20 شهر. ماكو مي حتى شهرين، اكثر من شهرين. وهسه حاليا احنا ماكو مي، ورقوا عندنا اثنين من ورا المي. اها صاروا ورقوا من ورا المي، من ورا المي ماكو مي يصبحون به. الناس بالضيم قاموا يجيبون لنا التناكب، صرنا شلون المهجرين واحنا بنص الشط، نص الاعظميه، بنص الخير. شنو موضوع الامراض الجلديه اللي بدات تنتشر؟ الامراض الجلديه لان قاموا يجيبون لنا مي بالتناكب، والمي هذا ما يكفي. نطلب احنا من سياده دوله رئيس الوزراء، خلي يسمعنا دوله رئيس الوزراء، دوله رئيس الوزراء، لان يقول خدمات الخدمات، احنا كل خدمات ما عندنا، صفر الخدمات. الناس دوله رئيس الوزراء هسه افتهمنا كل شيء ما عندنا، اهم شيء المي، المي ما عندنا. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. أحمد يقول أبسط حقوقنا ماكو مع الأسف،
يراد ثورة تقلع شكو سافل إجا على ظهر الدبابة. نعيم يقول وين الحكومة؟ لا كهرباء لا ماء. تعليق لدينا من أبو أحمد يقول بركات العراق صارت بالتناكر، يمكن بعد كم سنة يعيش العراق بدون مي عن نفط. وأحمد أيضا يقول إذا أنتم على نهر دجلة وما عندكم مي الله يساعد المناطق البعيدة. مشاهدينا الكرام نستمع لرأي السيد أبو أحمد من بريطانيا. تفضل يا أبو أحمد حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد يعني شنو هاي كل موسم صيف أكو أزمات متكررة. نعم. يعني أزمة كهرباء خانقة، أزمة مياه خانقة. زين أنا إذا أشوف هاي مديرية الماء الموجودة بكل محافظة وكل مدينة، هاي شنو دورها يعني؟ هاي محطة فد برنامج إلها فد مخطط إلها؟ زين هاي محطات المياه اللي موجودة. أصعد شوية لوزارة الموارد المائية شنو دورها؟ بالضبط ودا أكمل لك أني وزارة نعم. الموارد المائية يعني أنت تدري العراق، أنا أتذكر أخذت خريطة من نصح الجيولوجي بالثمانينات نعم. أن العراق طافي على آبار مي نعم. يعني تقدر تحفر المسافات قريبة يطلع لك مي، المسافات شوية أبعد يطلع لك مي صالح للشرب. يعني ذول الموارد المائية موظفين ومدير عام وشنو شغلتهم بس عيدفتهم يعني مرات خلعوه في الحكومة، خلعوه في رئيس الوزراء، خلعوه في ذول كلهم. خلنجي للموظفين ذول ما يقولون لسه مثلا يرجع البيت هو معقولة ما إذا ما يلقى مي بقساحة يعني شوية بس أرجو المعذرة أبو أحمد، هي بس التشخيص الطرف المسؤول هو شوية بي ربما سوء فهم الآن أو طبعاً يعني بعدين يعني بالنهاية ما يصير بالنهاية يعني مو صحيح إنه واحد ينزل إلى الموظف مثلاً أي نعم يلوم الموظف في حين إن هم رئيس الحكومة ووزير الموارد المائية هم الطرفين اللي يتحملان المسؤولية الكاملة. نعم نعم إحنا ما نبريهم أستاذ محمد، أنا أقصد ما أبري بس أنا أقصد أنت كموظف موجود في الموارد المائية موجود في محطات المياه طيب. أنت أديت دورك بالشكل الصحيح، هو بالتأكيد كقصور من الأعلى من هاي الشغلة أنا ماكو خلاف بهذا الموضوع نعم. يعني الحكومة قاصرة مليون بالمئة وإلا شنو صار 20 سنة في كل صيف لا مي ولا كهرباء، يعني إلى متى ذولا ميزانية سووا 3 شهور 6 شهور برأيك سيد أبو أحمد عدم اهتمامهم بملف المياه مثل ملف الكهرباء غيرها من الملفات مقصود الموضوع من أجل إشغال الشعب بالأزمات؟ لو هم نعم. لو هم ضعاف في مواجهة الدول المنبع على سبيل المثال اثنيناتهم استاذ محمد اثنيناتهم هم يدوخون الشعب يخلوا يستردار متاهل نفسه وهم ما عندهم قدرة بالتحاور مع إيران ومع تركيا لتحديد موضوع المياه والعملية جدا سهلة، أقعد هاي إلك وهاي إلي وأوقع اتفاقية والله يحب المحسنين، بس هي ماكو لا أكو حكومة ولا أكو شو سوي، حسبنا الله ونعم الوكيل أستاذ محمد العزيز. يعني أنا بس سؤالي سيد أبو أحمد دول اليوم دي يتظاهرون على إحراق المصحف الشريف بالسويد، يعني هجموا الدنيا هاي جماعة صابرين نيوز وهاي الميليشيات أو القنوات الفضائية تبعة الأحزاب، هجموا الدنيا على إحراق المصحف الشريف والتظاهر من أجل أو ضد من أحرقه، طيب تمام الكلام سليم، طيب ليش متظاهرون على إيران اللي قطعت المياه عن العراق؟ حصة العراق 18% قطعتها إيران وحولت مجرى الأنهار داخل أراضيها، هاي ليش متظاهروا على إيران مثلا؟ لا يخافون لأنه تدري ذول أغلبيتهم يدرون بهم إذا انتهت فترتهم والشعب يريد ينتقم من عندهم ما عندهم ملاذ غير إيران، هم يروحون هناك إيران حولوا فلوسهم هناك بس ناقص أي شيء يصير يروحون لهناك، ما حد يلف فيهم غير إيران، فلذلك يخافون ما يتورطون في إيران ما يتحرشون. شو تسوي إيران خل تسوي، هاي مشكلة أو حصاية ما تنحل تسوي. نعم. محمد مع الأسف حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا سيد. شكرا. أنا أشكرك أبو أحمد من بريطانيا، شكرا للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر لدينا. طبعا رصد ناشط تراكم النفايات على ضفاف شط العرب من جانب التنومة في محافظة البصرة بالإضافة إلى زيت أسود متسببا بكارثة بيئية للمياه وشكل خطرا كبيرا على الإنسان والثروة الحيوانية وسط غياب واضح للدور الحكومي أو من قبل الجهات المختصة في سبيل معالجة هذه المشكلة. دعونا نشاهد. هذه البصرة، هذا الجسر الإيطالي وجهة التنومة، وهذه أكو غوارق بحرية، تعال شوفوا الأرض والعفو شوفوا الشاطئ، هذا شنو أفكر يعني من نفايات
هذا اكو زيت، هذه بقعة زيتية على، يعني هذه كارثة بيئية صراحة، هذه كارثة بيئية، جزء من اللي تتعرض يعني إلى محافظة البصرة. هذه مركز المحافظة، هذه سفينة، هذا الجسر الإيطالي شامة النومة، وهذه الجهة الثانية من كورنيش العرب، هذه اللي الواقع مياه عبارة عن ما أعرف سيوف وروح صراحة فوق من الحيوانات هنا كل، وأيضا نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، حيث أعلنت إدارة المستشفى البيطري في محافظة ميسان أن أسباب نفوق الأسماك في ناحية الخير ضمن الأهوار الوسطى تعود لتراجع الأكسجين المذاب في الماء، فضلا عن ارتفاع التراكيز الملحية ما تسبب بنفوق الأسماك في القناة الرابعة التي تمثل مجرى الماء في ناحية الخير. وقال مدير ناحية الخير باسم العريبي إن هذا النفوق قد يطال أسماكا أخرى في المنطقة إن توفرت نفس الشروط التي تسببت بما حدث هنا، في إشارة لموقع نفوق الأسماك في الناحية. دعونا نشاهد لقطات جديدة لنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في ناحية الخير بقضاء المجر الكبير في محافظة ميسان. هنا لازم ما نقول مشحوف نطر الهور، بعد لازم نقول مشحوف نطر السمك، مشحوف نطر الموت، مشحوف نطر الموت، هاي الكلمة صارت بديلة لكلمة مشحوف نطر الهور. مع الأسف، مع الأسف والله، مع الأسف. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب، لا حول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكميات الهائلة والأعداد الغير مسبوقة، موت كبير. سوينا حل. الله أكبر. لا إله إلا الله. يعني هذا هسه طول المكان اللي شارين فيه هذا السمك الميت ما يقارب أكثر من كيلو متر، أكثر من كيلو، أوكي؟ وهذا ملايين، مليارات، ملايين، مليارات السمك، هذا المفروض هسه ينفجر، ينفجر لثروة سمكية كبيرة خلال الأشهر القادمة. هسه هذا انتهى. شوفوا أصدقائي، ترى شيء ما يوصف يعني. ما يوصف، شيء ما يوصف. هسه هذا اكو بيه بعد عدل، هذا هذا العدل انتهى بعد، قاعد يتنفس. اي الصبح ينتهي، هذا قاعد ياخذ، اي هذا اخر انفاسه بعد. صدر الماي حجي، اي صدر الماي انتهى، صدر الماي انتهى، ماكو ماي منه. اي والله القناه انشدت انتهت. هسه هاي القناه الرابعه، قناه العمشان رقم 4. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. تحدث ناشط ام بي اي عن تداعيات نفوق الاسماك في نهر العز جنوب ميسان، محذرا من موجات هجره جديده لسكان تلك المناطق لاعتمادهم الكبير على الثروه السمكيه. لنشاهد. نامل ان لا يتكرر هذا السيناريو على اعتبار انه هو حدث سابقا. التداعيات البيئيه على السكان، وهو الموضوع الاخطر، ارتحال ابناء الاهوار وابناء سكان هذه المناطق يحدث تغييرا ديموغرافيا خطرا عليهم وعلى المدينه، على اعتبار قلناها سابقا ان ابناء الريف هم اقوى واجمل واكمل في اماكنهم، وابناء المدينه هم اقوى واجمل واكمل في اماكنهم. هذا الارتحال يسبب صدمه اجتماعيه، يسبب ازمه، يسبب تزاحم على العمل، يسبب تزاحم على السكن، يسبب اختلاط كثير جدا، قد يكون جزء من عده حسن والاغلب جزء من عده سيء. هذا السيناريو قد يتكرر اذا ما تلاحقت الحكومه ما يمكن ان تدارك من الامر، من الممكن ان يتكرر في اذناب الانهار في جميع الاقضيه والنواحي، على اعتبار ان جميع الاقضيه والنواحي هي تقع على اذناب الانهار، وبالتالي سوف تتطور وسوف يعاد هذا السيناريو اذا ما انتبهت الحكومه الى
وضع اجراءات سريعه من الممكن ان تدفع هذه المياه وتعوضها بمياه. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. إيهاب يقول: أعتقد راح يصير كيلو السمك 20,000. السياسة المائية والتخطيط للثروة السمكية بائس جدا. محمد يقول: كل سنة نفس الفيلم، وقت الوفرة يموت سمشنا حتى نستورد من الجماعة مع الأسف. تعليق من أبو هاني يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه ثروات العراق تهدر لعدم كفاءة واهتمام الدولة وحماية الثروة السمكية من الانقراض بالبلد. وتعليق لدينا من أبو مازن يقول: الحكومة ليش ساكتة وما تحرك ساكن تجاه هاي الكارثة؟ هذا السؤال اللي يطرح ليل نهار يا أبو مازن، والحكومة لا تجيب ولا تهتم لهذه المواضيع. دعونا نستمع إلى رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. على أخونا هذا يقول الحكومة ليش ما تحرك ساكن؟ لا حكومة هاي اللي يسولف بالحكومة. هاي مو حكومة عمي، هذول عمال خدمة تابعين لإيران. نعم. عامل خدمة. نعم. إيران تقول له سوي كذا يسوي كذا. السيادة، السيادة شو يقولون؟ يمشي على السيادة. عمي هاي 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 كفر، كفر جريمة، هاي كفر جريمة. يعني انت من يحكي ما كل واحد يقول رسل مقفوله تهمه ماكو، والفايل ماله موجود بس يحطوا له العدد والتاريخ. يعني ابو عبد الله هاي اللقطات اللي هاي اللقطات اللي عرضناها هسه قبل شويه مال السمك اللي ميت بهذه الانهار في محافظه ميسان، يعني مؤلمه، مؤلمه حقيقه، مؤلمه لما نشوف انه ثروات العراق يعني تهدر بهذه الطريقه وماكو اي واحد يهتم. هاي المليارات او هاي عمي عوف المليارات، هاي الفلوس اللي خصصتوها للنواب متورطين بصفقات فساد وبسرقة المال العام، بدل ما تدزوهم للحج، تمام؟ اصرفوها على هذه الأنهار، اصرفوها على معالجة المشاكل الموجودة بالعراق. نصف عدد البرلمانيين بحسب مصادر، هاي يعني هذا ملف بسيط، دا نتكلم عن باقي المليارات هذا موضوع آخر، لكن هاي الفلوس اللي دا تروح بغير محلها، ليش ما هاي الحكومة تهتم بهذه المصادر، مصادر الرزق للعراقيين؟ واللي هي تعتبر من الثروات، اذا راحت خلاص احنا ننتهي. الزراعه انتهت، الزراعه انتهت. بس هذا كان يطلع يقول الله يوفقني، الله يوفقه 100 نوبه، 1000 نوبه، الله يوفقه ان شاء الله، الله يوفقه. اقول الله يوفقني. زين وين الحكي؟ وين الدنيا؟ زين انت تقول الله يوفقني، زين هاي 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 ثروه، ثروه سمكيه يعني مهوله، يعني العراق، العراق مو شيء، مو شيء، هذا وحده من الثروات. زين انت تجيب هسه الضريبه الجبايه، يعني هسه الفلح اليوم ماكو، انا شفت بخان الفلح ياخذون عليه اجازه مال البير ياخذ عليه 300,000. نعم. زين 300,000 كم فلاح اكو؟ ابسط شيء بصلاح الدين، صلاح الدين كم قضاء؟ زين كم 300,000 اكو؟ اكو ناس عندها 5 ديار و6 و10، زين عنده 10 ديار على 300,000. يعني كم سنه لازم يظل ينتظر المواطن العراقي هاي الحكومات او رؤساء الحكومات حتى يشتغلون؟ يشتغلون استاذي. العراق اقرا عليه السلام. قول يمتى الله يزيحهم ونخلص من الوجوه القذره. نعم. الوجوه النفسيه. اي احنا ناس من اللي قذره حبيبي. احنا من نقول حكومه وطلعوا هاي هسه المقطع بالبدايه طلعته والله ناس ما تتكلم بس شاشين. عمي وين الدنيا وين هذا؟ يعني احنا من نحكي اقول لك من نحكي يقول لك انت تقوم تقارن. انت ارجع على قبل 2003 اكو شيء بالشوارع؟ وانت ابن العراق. نعم. اكو شيء بالشارع؟ ما اكو شيء بالشارع. صحيح. يعني من نحكي سوالف يقول لك انت تقارن انت لا وقت صدام اقول لك الف رحمه على وقت صدام وهذا البرلمان نعله تطلع على وجوههم، نعله تطلع على وجوههم القذر وشواربه والنكس. طيب اذا عليهم شوارب وبروسهم وغيره. شكرا جزيلا ابو عبد الله من صلاح الدين، انا اشكر حضرتك للمشاركه وصلت الفكره. ننتقل الان مشاهدينا الى موضوع اخر لدينا في هذه الحلقه وضمن نفس الملف الاول. ناتي الان الى ملف الخدمات المتنزهات، المناطق الترفيهيه. تحدث مواطن عن حال احد المتنزهات في منطقه الشعب ببغداد حيث يفتقد للاناره ولاماكن جلوس العائلات والالعاب وغيرها، داعيا الجهات المختصة إلى ضرورة الإسراع لاستكمال الأشياء الضرورية للمتنزه. دعونا نشاهد.
اليوم احنا موجودين بالمنتزل لنهاية الشعب خلف مستشفى الزهراء الاهلي اللي هو قريب على السكر. المنتزل اليوم مرتب ومكان حلو ويفتح النفس، بس نفس الوقت يفتقد الى خدمات بسيطة اللي هي مثلا الانارة حاليا ما موجودة، يفتقد الى مكان جلوس العوائل، يفتقد الى العاب للاطفال، يفتقد الى حاويات للنفايات يعني ما توجد بهذا المكان. فنطالب الاستاذ احمد خوام مدير بلدية الشعب المتابعة والتوجيه لهذا المنتزه اللي يعتبرون المتنفس الوحيد لهاي العوائل القريبة على هاي المنطقة. نكمل مع نفس الموضوع مشاهدينا وننتقل الى مقطع اخر، حيث ننتقل بكم إلى محافظة النجف، إذ رصد مواطنون الإهمال الحكومي لمتنزه العائلة بحي المعلمين والمتمثل بغياب الصيانة والإدامة اللازمة وخصوصا ألعاب الأطفال إلى جانب تراكم النفايات والأوساخ فيه. دعونا نشاهد. هاي استاذي هاي صار حتى أسبوعين ما مسكيه ماي. وين اليوم زيارتنا إلى المتنزه النجف العائلي بحي المعلمين، مثل ما قاعد تشاهدون هذه نافورة تعبر عن جمالية المتنزه. الآن النافورة نايمة، ما بها لا عمل لا إدامة لا ماي، الأوساخ متراكمة بها، الحصو قطرة ماء ما بها، هي اسمها نافورة، قطرة ماء ما بها. يا أخي هذا المتنزه متنفس للعائلة النجفية، إلى بلدية النجف، إلى مدير بلدية النجف بالنجف الأشرف. نرجو منكم متابعة المتنزهات فورا. تباوع هاي، شوف السحنة، هذا المتنفس الوحيد لأبناء النجف بالذات يعني حي المعلمين، الجديدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، صار هذا المتنفس مالتهم يعني الجديدة الرابعة. وشوف حي المعلمين المنطقة، هذا يراد له إدامة يعني جزء تعبنا عليه واشتغلوا أبناء النجف الأشراف، هذا المتنفس هو الوحيد لازم نحافظ عليه. فيراد من عمال إدامة باستمرارية، لجنة من يعني حتى موظفين من الزراعة يعني يخصون اثنين ثلاثة إضافة من بلدية، يعني هذا الساده الذبي حوض مال ماي، هو جسر عم فد منظر لطيف حلو، تتباوع الشارع العام يعني بصفه ماكو يعني. احنا نرجو من مدير البلديه، من مدير الزراعه يعني هم عينهم شويه على هاي المنطقه. طبعا المهم في هذا المتنزه ان الالعاب وصيانه الالعاب وادامتها يجب على البلديه، لان هو هذا الان في عهده البلديه المتابعه المستمره لهذا المتنزه الرائع والكبير للعوائل النجفية. فأطلب من مدير البلدية المهندس عبد الطوير أخ أن يخلي المهندس المقيم في هذا المتنزه متابعة يومية وتقرير يومية إليه، شوف وين وصل يوم الألعاب كلش يرتع لها. نتابع الآن مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. عقيل يقول: هذا مو متنزه، هذا خراب وأنقاض، حرامات هذه الأموال اللي انصرفت على هيك متنزهات بالملايين متروكة، ليش؟ وين مدير البلدية؟ وين مدير الزراعة؟ تعليق من محمد يقول: كل محافظات العراق نفس الشيء، لا شوارع، لا إعمار، لا مناطق ترفيهية، بلد منهار. تعليق لدينا من محمد يقول: سووها متنزه يا بلدية الخراب والسرقات، المحافظة عبارة عن سرقات ومحاصصة. ومرتضى يقول: هذه المناطق هجرتها الحكومة حتى الناس تنساها شوية شوية ويلغون المساحات الخضراء. مشاهدينا الكرام، هذه كانت جزء من التعليقات التي وردت بشأن هذه المواضيع. ننتقل وإياكم الآن إلى فقرة الهاشتاج. قال قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق: إن ما تشهده مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية في فلسطين المحتلة يمثل مرحلة متطورة من مراحل الصراع مع العدو الصهيوني المحتل، الذي من فك يعيث فسادا في الأرض التي بارك الله فيها، ويستهدف أهلها ومقدساتها وجودا وحاضرا ومستقبلا، محاولا أن ينال من أمتي المسلمين والعرب بسلوكياته العدوانية وجرائمه العنصرية، في محاولة يائسة أخرى ظنا منه أنه قادر على تركيع الشعب الفلسطيني الذي يثبت يوما بعد آخر صلابته وثباته ومقدرته على صناعة التاريخ على الوجه الذي يرضي الله تعالى، ثم يحظى باحترام الأجيال جميعا على تعاقبها. في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام، تفاعل مغردون مع وسم جنين تقاوم لإعلان تضامنهم مع إخوانهم في فلسطين ومخيم جنين على وجه الخصوص في ظل الهجمة الشرسة
التي تقودها قوات الاحتلال الصهيونية. دعونا نتابع بعض التغريدات. فراس يقول: جنين يرسم أبطالها تاريخا حديثا بالتضحية والفداء ومقاومة غطرسة الاحتلال الغاشم، اللهم ثباتا وعزة لجنين ومخيمها، رجالهم وشبابهم، نساءهم وأطفالهم، أرضهم وسماءهم، اللهم آمين يا رب العالمين. تغريدة من علي حيدر يقول: معقل الأسود والمقاومة الشريفة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وثبت أقدامهم على الحق. لدينا تغريدة من ميسة تقول: هذا المخيم الذي لا تتعدى مساحته النصف كيلو متر مربع، تتكالب عليه ما يقارب 200 دبابة صهيونية الآن وآلاف الجنود، ويصارع وحده حتى اللحظة في ظل غياب أي ردة فعل. تغريدة لدينا من محمد يقول: رغم الفارق الكبير جدا في العتاد والإمكانيات، إلا أن شباب جنين يسطرون أروع الملاحم في التصدي للعدو، ويشتبكون معه شارعا شارعا وبيتا بيتا وجها لوجه. اللهم اربط على قلوبهم واحفظهم من فوقهم ومن تحتهم وعن يمينهم وشمالهم. مشاهدينا، كانت هذه بعض التغريدات التي وردت بشأن هذا الموضوع. نصل وإياكم الآن إلى فقرة أنت ترى. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين الفضائية لمشاهديها الكرام مقطعا مصورا لمطالبات أهالي النزيزة في محافظة بابل بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تصريف مياه المجاري بعد البدء بإنشاء مشروع كورنيش المسيب. وأكدوا أن أحياء النزيزة وجسمان وسوق المسيب وغيرها جميع تصريفها يتم بنهر الفرات، مناشدين من أجل النظر إلى معاناتهم خصوصا في موسم الأمطار. دعونا نشاهد. المشروع شنا نتأمل به خير، لأن هذه المنطقة كانت منعدمة الخدمات. مشروع كورنيش الحمد لله والشكر قلنا راح يتنفذ. أولا سلبيات المشروع، هذا اندفن طبعا، هذا مليارات، يعني مو فلس وفلسين، هاي أموال الشعب. وبما أنه هسه حاليا رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء دا يشرف على عملية البنى التحتية، فنحب نوصل صوتنا. هذا المشروع يا سيادة رئيس الوزراء اللي قاعد واقف عليها اني اندفنت على انقاض. اسال كل المهندسين واهل الخبره، اكو مشروع يتنفذ على انقاض، هاي بمرور الزمن الانقاض راح تتحلل. فاذا شكو تبليط هنا راح يصير، شكو منشاه حيويه، شكو راح يصير كوف هنا، شكو مشروع مال زراعه ثيل، هذا كله راح يصير بتخسفات لانه اندفن على انقاض. هاي وحده. اثنين، عندنا مجاري مال منطقة، طبعاً هاي مال مياه أمطار ومال البيوت، هاي من الستينات، هاي من الستينات، لا اليوم ولا البارحة، يعني هاي المنطقة من الجسر القديم إلى البنزينخانة هاي مال المسيب، من الشارع العام، كل هاي المجاري الذب على نهر الفرات. نعم ممنوع ما يصير، بس هي يا أخي من الستينات. أنت زين، هاي صار لك 23 سنة مستلمين حكم بالمسيب، على مستوى العراق دحكي، على حكومة المسيب المحلية. أيهن نتصل به يقول ما يصير، أبو المجاري يقول ما يصير المجاري سيرن على نهر الفرات، أبو الموارد المائية يقول ما يصير، صاحب المشروع يقول أنا ما مخول لازم أدفنهن ذن المجاري. زين أنت من تدفنهن صار لك 23 سنة ما حولت المجاري على غير اتجاه، وين تروح هاي المياه هسه وين تروح؟ هسه أنتم من سويتوا المشروع وراح تلغون المي، وهسه تقريبا مسدود، هاي فاضت المنطقة، يعني ما فكروا وين يروح؟ غير يسووا لها بديل. احنا هسه مثلا باشر المطر، مي الشارع، مي البيوت اللي يذبوه مثلا مال المطبخ، ما مطبخ، وين يروح العد هذا؟ ما يصير يعني انتم تسوون شغله زينه لازم تطلعون وحده عكسها تخرب الشغل؟ فاحنا نناشد هذا المقاول ومن مسؤول على هذه المقاوله او هذا المشروع مال الكورنيش ورحم الله والديهم، بس لازم يسوون حلول لتصريف المياه لان البيوت غرقت. مشاهدينا الكرام، نرحب بالسيد حسين من بابل أيضا يتحدث إلينا بشأن المقطع الذي عرضناه بقضية أنت ترى المشكلة في محافظة بابل أهالي النزيزة. سيد حسين حياك الله. حيا الله أصلك حبيبي. تفضل، يعني أريد نسمع منك تفاصيل أكثر عن مشكلتكم وشني المطالبة أو المناشدة اللي تريدون توصلوها من خلالنا. اي نعم والله، بالبدايه احنا نرحب بقناتكم الموقره ونشكركم على تواصلكم ويا المواطنين. اهلا وسهلا. احنا بمنطقه النزيزه قضاء المسيب اللي تابع لمحافظه بابل. نعم.
اكو مشروع دا ينفذوه مشروع كورنيشن مسير. هذا من الصوبة يعني عندنا الصوب الصغير هذا اشتغله يعني نجيده. الصوب الكبير اللي هو صوب السوق يصيحوا له. نعم. هذا المشروع بلشوا اكو انقاض بالحافه مال النهر. طبعا اول شغله سووها دفنوا فوق الانقاض. وهذا مرور الزمن فاشل كلها تدربي. نعم. الشغله الثانيه عندنا مجاري مال المنطقه منطقة الجديدة مال مياه أمطار، مجاري مال البيوت طبعا مو مياه ثقيلة يعني مياه حمامات ومطابخ. نعم. هاي كلها تصب بنهر الفرات، يعني هاي من الستينات، احنا انا مواليد 76. نعم. يعني قبل ما اجي للدنيا هي هاي موجودة المجاري. نعم. زين يجي ابو الموارد المائية يقول ممنوع. يجي ابو البيئة يقول ممنوع، ابو المشروع يقول انا ما مخول. يعني ما مخول يتصرف بقضية المجاري اللي دا تصب بنهر الفرات انه يغير مكان مجراها مثلا. بالضبط هو هسه تصرف ايش سوى؟ قال يا بجيبوا بواري، المواطنين قام يجيبون المخاتير اللي دخلوا بالموضوع قام يجيبون بواري، بس هذا البواري اللي يجيبوها مو بالمستوى المطلوب، يعني هسه انت يعني لو افتح وياك كاميرا المناطق فايضه هسه. بس سؤالي سيد حسين، هو ليش اصلا ليش اصلا يقع الموضوع او المسؤوليه تقع على المواطن؟ انت شاليك؟ يعني غير هاي المحافظه وغير البلديه هي اللي تتحمل المسؤوليه؟ نعم نعم يعني هذا اللي صار هذا اللي صار اجتهاد شخصي منكم لو هم طلبوا منكم؟ لا احنا حكينا ويا ابو المشروع وقال انا اقدر اساعدكم، انا ما مخول ولا مسؤول اجيب بواري. نعم. اني اقدر اساعدكم اوفر عامل واحفر لكم، انتم جيبوا البواري المخاتير اللي جماع من الناس واللي هو من جيب الخاص وشهود موجودين وخلوا البواري، ابو البيت اللي بيته على النهر هم جاب بواري على حسابه، بس هاي كلها ما تفيد لانه البواري حدهن للحافه الصخريه ما بعد الدفن، وهاي مرور الزمن يعني من توقع نفايات توقع شيء بالمجري اعتياد راح تنسد، راح يصير يجي البوك لاين ويحفر وما سوينا شيء. بس سؤال سيد حسين حتى نفهم منك الاليه اللي ده تعمل بها هاي البلديه او هذا المستثمر، انه انتم من من وفرتوا الانابيب او البواري، شنو وجهتها صارت؟ وين حتصب؟ وين حتفرغ هذه المياه؟ نفس الشيء بنهر الفرات. شنو اللي تغير طيب؟ كل شيء ما تغير، كل شيء ما تغير، الفكره انه مدى يشتغلون شغل مضبوط يعني بالمستوى المطلوب، ما اللي يغيرون المجاري هاي صعبه عليهم، لانه احنا ما عندنا مكان يعني يروح المياه الامطار وين تروح؟ ما عندنا مكان. نعم. هو هذا مكانها نهر الفرات. نعم. طيب سؤال ثاني، احد الاخوه بالمقطع اللي عرضناه اللي ايضا من 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 اهالي النزيز تحدث عن انه ما يتم بناء الان مشروع الكورنيش هو يتم بناء على ارض او على الانقاض، وبالتالي هو عرضه انه يتاثر مع مرور الزمن. هو بس سؤال نعم بالضبط، يعني هاي هذا المشروع يعني الجهه اللي ماسكتها هي جهه خاصه؟ لو جهه حكوميه؟ نعم. جهه خاصه؟ لا الظاهر مقاول، يعني مقاول هو تنفيذ لمشروع حكومي، لو مقاول ينفذ مشروع مستثمر خاص يعني. لا مو مستثمر، لا مشروع حكومي بس ينفذه مقاول. نعم مشروع حكومي ينفذه مقاول. ماكو دراسة؟ نعم. ماكو يعني برأيك انت بناء على اللي تشوفوه المشروع حاسين انه هو وراء فساد ممكن؟ لو هو يعني ما نفهم شنو انه يتم بناء على انقاض؟ هاي الفكرة، هو هاي الفكره اللي طرحتها، يعني معقوله المهندسين اللي مشرفين على المشروع ما حسبوا حساب هاي الشغله؟ نعم. احنا حسب عملنا بالحياه المدنيه ندري اي مشروع يتنفذ على انقاض هذا فاشل، لان هاي الانقاض راح تتحلل بمرور الزمن. صحيح. ما بيها مجال، فيعني هو ماكو يعني مجرد بوك لاين يحفر يشيل هني يذب تراب، وتراب متوفر مال الضفه الثانيه مال الصوب الصغير، يعني الاف اللوريات طلعت تراب يقدر يجيبها يحول لهاي المنطقه. شنو الغاية من عندها؟ على السهولة رأسا انطمرت الأنقاض وراح يتنفذ، يعني احنا من 5 أمتار ما قبل الحجري الحافة الحجرية. نعم. هاي يقولون راح يصير تبليط ورصيف، زين اكو تبليط على أنقاض ما ادري، وانا هذا الموضوع سؤالي الأخير لك سيد حسين وبعدين يعني اختم. نعم. وياك المشكلة اللي دا تتعرضوا لها انه انتم بموسم الشتاء بالأمطار الغزيرة اللي دا تهطل او اي زخة مطر ده تتعرضون او بيوتكم تتعرض الى الغرق الى الفيضانات، حتى بدون مطر حتى بدون مطر
بالضبط، لانه المناطق كلها تذب بهذا المجري، ومجري هو اصلا متهالك وتعبان. زين نعم. كيف ما هسه راح يصير التحويله مالته بعد اصغر وينسد من من نعم. قدام نعم. يعني راح تصير المصيبه مصيبتين. صحيح صحيح. طيب شنو مناشدتك الاخيره سيد حسين؟ بالضبط، انا اتمنى صوتي يوصل للسيد رئيس الوزراء بما انه هو راعي مشروع البنى التحتيه وبدا به بدايه حلوه. يعني بس اطلب من السيد رئيس الوزراء يتوجه يشرفنا للمسيب وبس خلي يشوف حجم هدر الاموال العامه خلال هاي الثلاث سنوات. نعم. والله العظيم مليارات انصرفت، وخلي يشوف المسيب مجرد شيل رصيف ابن رصيف، شيل نعم. رصيف ابن رصيف، كل اعمار ما بيها نهائيا. نعم. سيد حسين انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه لتوضيح هاي النقاط اللي تفضلتوا بها بشان مشكلتكم في قضاء المسيب بمحافظة بابل. أنا أشكرك وأشكر أيضا كل من تابعنا وشاهدنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.